واحدة من أهم وأكبر صناع الطائرات في العالم خسرت ربع قيمتها بسبب حادثة واحدة بس. Money Talks. الجمعة 5 يناير كان يوم فاصل لشركة بوينغ بعد ما انفجر أحد أبواب الطائرة 737 ماكس التابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز بعد إقلاعها من مطار سياتل الأمريكي. الكارثة بقى لما اكتشفوا إن 4 مسامير للباب ما كانتش متركبة أصلا، والكارثة الأكبر إن دي مش الحادثة الوحيدة لطائرات بوينغ من بداية السنة، فكلنا شفنا إحدى طائراتها وهي بيقع منها إطار في الجو، غير الهبوط المفاجئ لطيارة تانية في كاليفورنيا، وده اللي خلى إدارة الطيران الفيدرالية تحط سقف الانتاج بوينغ من طائرات 737 ماكس لغاية ما تراجع ضمانات الجودة بتاعت الشركة. لكن بوينغ أخفقت في 33 عملية تدقيق من أصل 39 من وقت حادثة يناير. طبعاً كل الأخبار السلبية دي دفعت سهم الشركة إنه يتراجع 29%، يعني بوينغ خسرت أكتر من ربع قيمتها من بداية السنة.